بروبرتي تانية للفوري ترانسفورميشن هو لو احنا عندنا ريل فاليو اكس اوف تي، هلاقي عندي ان الماجنتيود بتاع الفوري ترانسفورميشن هيطلع ايفن فانكشن اوف اوميجا، والاقي ان الفيز بتاعي يطلع اوت فانكشن اوف اوميجا. طبعا دي بتبقى حاجه لطيفه جدا، ان انا ببقى يعني وانس ان انا عارف اكس اوف تي بتساوي كذا، ابقى اقدر على طول ابقى عارف الحاجات اللي موجوده عندي في الفوري دومين شكلها عامل ازاي. اوكي، وطبعا احنا بنتكلم على ان يعني الماجنتيود سبيكترم، يبقى معنى كده الانرجي وباور سبيكترم بتاعي اللي هو السكوير بتاع الاكس اوف اوميجا برضو بيبقى ايه، لو احنا بنتكلم عليه هنا يبقى اكيد برضو هيبقى ايه شكله سيمتريك. طبعا لو احنا عندنا ريل فاليو، مش ريل فاليو بقى، حاجه يعني كومبلكس فاليو اكس اوف تي، هلاقي عندي العكس بقى ان هو مش موجود. يعني بلاقي عندي الكلام ده بيبقى السيمتري ده مش موجود، وبرده اللي هو الاوت سيمتري ده برده مش موجود. فاحنا من هنا برده احنا ممكن لو احنا عندنا فوري ترانسفورميشن وشايفين ان هو سيمتريك في الماجنتيود واود في الـ في الـ في الـ في الفيز، يبقى معنى كده اقدر استنتج على طول مباشره ان انا عندي الفانكشن بتاعتي في التايم بتبقى ريل فانكشن.